السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة الاستثمار عن طريق النت. اليوم أتيت لكم ببعض أخبار جيدة وعدد من التفاؤلات في عدة عمولات، وأعتقد لأن الجهاز الذي أعمل عليه كان عطلانا، لهذا لم أقم بنشر عدة فيديوهات للأخبار والمجريات التي مرت، ولأن الجهاز التطبيق أو البرنامج الذي أصور به لا يمنحني 10 دقائق لا غير، إذا تأخرت عليكم في نشر فيديوهات اعتبروا أن التأخير بسبب عطل من أجهزة الذي أستعمله. نبدأ إن شاء الله في التحليل، نذهب إلى الماركت كاب. كما ترون أن معظم العمولات ليست العمولات الكلاسيكية، دابا إحنا نهضر على العمولات الكلاسيكية مثل إيثيريوم أو باللايت كوين داتش كوين، هذه عمولات كلاسيكية، هذه بحال نقولو ناسقة في البيتكوين. طلع البيتكوين تطلع معاه، هبط البيتكوين تتهبط معاه، فهمتوني؟ ولكن مش تطلع هذاك المستوى، دابا بحال البيتكوين كان طلع ل 5700 5800 وهادو نزلو. علاش؟ في الفيديو الاخر قلت لكم اخذت اي خروج واحد البيتكوين جولد، هذا البيتكوين هذا نقولوش نقولو ولد البيتكوين الصغيره، واللي عنده عملة البيتكوين غيخرج بحالها في البيتكوين فوند. يعني الناس شنو ولات دير؟ تشد العملات اللي عندها كلهم تتبيعو، تجمع هذاك الفلوس اللي عندها بالبيتكوين تتحطو في المحفظة تاع 25 في الشهر، 26 في الشهر يجيو يطلعو على المحفظة تاعهم غيلقاو حاطين بيتكوين، يلقى وحدها بيتكوين جولد، واحد اخر حط نص بيتكوين يلقى وحدها نص بيتكوين جولد. هاد بيتكوين جولد شنو هو؟ من ناض المشاكل في الدول اللي قالت هاد البيتكوين هذا هيولي ما نعرفوش نسيطرو عليه، شنو نديرو ليه؟ نطيحوه. جات الصين حبست التداول به، اخبار تروج ان روسيا حتى هي تحبس التداول به، هذا حتى هي اخبار وحده اخرى ان جيمي مورغان يقول في تصريحاته ان البيتكوين عمله نصابه. اذا جميع الاخبار هذه باش يشدوا البيتكوين ويهبطوه في الحادي، ولكن البيتكوين لم يتأثر بالذات، ما تأثرش بهذه الأخبار وبهذه الأخبار السيئة تباعا، بل قام بالصعود صاروخي، وبيقول جميع الذين أرادوا أن يحيدوه من الخريطة تاع العمولات بأنه ماشي قدهم، هما ما يقدوش عليه. البيتكوين عملة لا مركزية، يعني بغيتو تحيدوا البيتكوين خاصكم تقطعوا الانترنت على العالم كله. اذا شنو وقع؟ وقع انفجار، البيتكوين طلع لواحد المستوى ما عمرو ما وصل ليه، 5000
وتمنمية دولار، وبقى مستقر تماك ونزل ل 5500. الخبراء دي توقعوا بأن البيتكوين 2018 هيوصل ل 16000 دولار، يعني 16000 دولار، يعني مضوبل دابا في 3 المرات. خد الدول اللي ولات تبدل في العقلية تاعتهم وبغاو يندمجو تاهما في هذا المشروع تاع العملات الرقمية باي، وعدة دول بحال دبي خرجت عملة رقمية تاعتها، بحال سويسرا خرجت عملة رقمية تاعها، ولات ميكان مع المكسيك دي تعاملوا بعملة روبل تعاملات. إذا العقلية تاع الدول بدات تتغير، هادشي كله في نطاق ان الدولة بغات تجمع ما تخلي تجمع المصادر تاعها. خدت دابا البيتكوين مجهود، تعاملات اغلبية، انا نقول لكم اغلبية التعاملات تاع البيتكوين مجهولة، ما تتعرفش شكون اللي يصيفط لك، شكون اللي دي يعني ما تدوش على سلطة. يعني البيتكوين مجهول الهوية. اذا وحاجة اخرى تاني نقول لكم بان الاثيريوم مضاك هبطت اسوأ مستوى، يعني من وصلت ل 5 دولار هبطت ل 40 سنت. 40 سنت، يعني اللي بغا يشري دابا يشري ويخزن على مدى طويل، وتشري 1000 ايثيريوم، 2000 ايثيريوم. انا تنتوقع على هاد العملة هادي من هنا واحد الشهر تنفاجع وتوصل حتى ل 10 دولار، ومن هنا 3 شهور تزيد تنفاجع وتوصل حتى ل 100 دولار. وانا قلتها لكم عقلوا عليها. انا كنت شريت واحد 10 ايثيريوم، ها هي 10 ايثيريوم داك على قدي، وكانت مفاجأة حتى ل 5 دولار، ودابا هبطات اسوء. ماشي، خد دابا نقول لكم علاش خد كلشي دي بيع العمولات. اغلبية العمولات الصغيرة اللي ما بيناش اللي الله بدات في الوجود دي بيعوها، علاش؟ باش يستافدوا من بيتكوين كولد. اذا اودا نقول لكم هذا الموقع هذا انيفيرس، هذا الموقع هذا اللي يقول لك لا تسجلتي فيا انا حتىك 50 عملة، وقال لك هذه العملة هذه تفوت عملة البيتكوين. وانا يا ما اتفقش معهم في رأي بان عملة البيتكوين هزمت دول عظمى، وعاد اجي قدام هاد العملة هادي وهاد العملة هادي تهزمها. هذا لا بغيتو تسجلو خاطر هي باقا ليها 11 يوم وتبدا ايكو. سميت العملة انفيغ سي، عملة سميتها يو ان دي. ولا بغيتو تسجلو تكتبو الايميل تاعكم، نخلي لكم رابط الاحالة لتحت وجميع المواقع نخلي لكم رابط الاحالة تاعتها لتحت. إذن هاد الشيء هذا قبل مثالية، خدت عندي أنا 10 دقائق قبل مثالية الفيديو. دوتش كوين هبط المستويات تاعتو السيئة 19 ساتوشي، 18 ساتوشي، وهذا عملة اللي بنية عملة هذه تاهي هبطات. نشوفو كانت ارتفعت هنا ارتفعت وهنا هبطت للأسوأ، يعني جميع العملات الجديدة هبطت للمستويات. زعما بنادم يتخلع ملي كان شاها ملي كانت طالعة وقال هذا وطلع وديه، هبطت للمستويات خرافية. إذا نمشيو لحد الموقع واحد آخر. هذا الموقع هذا شنو ضحتك
خاصني نمشيو لهادشي. اذا ما خرجتوش خاصني نخرجو، خاص واحد الوقت باش نخرجو هاد الموقع هذا.